في لقاء تنسيقي جمع بين وزارتي الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة، تقرر إنشاء فريق عمل تقني بالتعاون مع سوناتراك يعمل على تقييم وضع جميع الأنابيب النفطية ووضع خريطة عمل لمواجهة أو تفادي التسربات النفطية مستقبلا. رايح نخلق فوج تقني متكون من الوزارتين وكذلك من سوناتراك، من لايراش، من وزارة الموارد المائية، الفلاحة كلها. وحنا بعد ما سوناتراك هي اللي رايحة تعطينا الحصيلة تاع كل الأنابيب. يعني قلت لكم كاين 21,000 كيلومتر أنبوب اللي يعبر الجزائر من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. الملف التقني اللي تعطيه لنا سوناتراك باش على الأقل ندير خريطة عمل باش نحسن كل الاحتياط، كل الأمور، كل الإجراءات الاحتياطية، باش يعني هذا نتجنب هذه الحوادث في المستقبل. بدورها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ثمنت تكوين هذا الفريق المشترك، مؤكدة حرص وزارتها على الاستعداد التام للحفاظ على السلامة البيئية. وزارة البيئة من مهامها الحرص عن إبعاد كل المخاطر البيئية والتقليل منها، تعطي اهتمام بالغا لمثل هذا الفريق ومثل هذا اللقاء والتنسيق بين وزارتينا لنتجنب في المستقبل كل المخاطر البيئية، وذلك بناء وانطلاقا من تحاليل ميدانية مدروسة ومستخلصة من الحوادث السابقة، وتبادل الخبرات للاستعداد الدائم والجاد لأي كارثة بيئية مستقبلا. في انتظار تنصيب هذا الفريق التقني متعدد القطاعات، تؤكد وزارة الطاقة أن شركة سوناتراك قد سيطرت على عملية التسرب النفطي بوادي سوفا وتعمل على القضاء نهائيا على الآثار التي خلفها.